السلام عليكم، وصبحكم الله بالخير ومساكم الله بالخير. حياكم الله اليوم معاي جولة في ذكرياتي في أجمل البلدان العالم واللي الله خلقها سبحانه وتعالى، جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا هذه رحلتي الأولى كانت في 16/8/2022. إحنا طلعنا من الكويت صيف، ولما وصلنا كيب تاون كان شتاء، عكسنا إحنا، لو شتاء هما صيف. فتخيلوا الوضع، أنتوا طالعين من حرارة ورايحين للجمال هذا، زائد جو ولا أروع تبارك الرحمن. شوفوا الغيم، شوفوا الارتفاعات، شوفوا الجمال. 9 ساعات طرناها من الدوحة لحد كيب تاون، التعب راح كله لما وصلنا وطبينا في أرض جنوب أفريقيا. الخضار كل مكان، الجو من أروع ما يمكن. هذا الفيديو اللي الحين تشوفونه معاي في آخر بقعة في أفريقيا اللي هي رأس الرجاء الصالح، الناس تتعنى. مشينا بالباص تقريبا 2.5 ساعات على ما وصلنا هذا المكان، وهو آخر بقعة لو تشوفونها بالخريطة تحت رأس الرجاء الصالح، بعدين المحيط. المكان في البابون هذا وخطر شرس وكبير، وحاطين لهم حراس بيدهم عصي للي يعني ممكن يهاجم الإنسان، وفعلا هاجم واحد ألماني بقى يقطعه. هذا المكان هم في كيب تاون اللي هو مكان البينغوينز اللي هما البطاريق. هذول أصلا مو موطنهم الأصلي، لا، يو بالثمانينات أو بداية الثمانينات اسبحوا من المتجمد الشمالي القارة، واسبحوا يمكن 6 ساعات على ما وصلوا حق هذا المكان عشان يبدون يتوالدون ويسوون كوميونيتي لهم. فمسوين لهم شكل محمية يدخلوا لها بفلوس، وفي محل حق السوفينيرز وكذي. التراب أبيض، أنا ما مر علي وايد تراب أبيض أشوفه عند الساحل، شفته هني. والصخور دايما أشوفها كبار على محيط كيب تاون، على المحيط الصخر مو عادي الحجمة. شوف الرمل شلون أبيض. وهني هم مولفين، يا حالاتهم مولفين مع الناس، يعني ما يخافون وكذي، بس ما نقدر نعطيهم أكل لأنه ما أدري شو يأكلون، سمك ما معانا سمك. فكل بقعة وكل دقيقة أنا قضيتها في هذا البلد شكلي اللي أقول كذي سبيتشلس. شوف الرمل شلون أبيض، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحان رب الخالق العظيم. فواحد شيقول وش أشرح لكم وشنو أقول لكم الشعور اللي حسيته لما جيت حق جنوب أفريقيا وما تحسفت، وجيت السنة اللي بعدها وكنت ناوي أي هالسنة أو أروح معاهم، بس لما شفت البرنامج تقريبا نفسه هونت، قلت خل أوله عليها أكثر، يمكن السنة الجاية حتى بنتي والهانة على المكان. شوفوا الأجواء هذا، وإحنا بالطريق لما نروح من مكان لمكان، هذا أعلى بقعة في كيب تاون نطلع على المدينة، يعني إحنا واقفين على جبل الآن وبطريقنا يعني لمكان ثاني. وهما مشكلة كيب تاون إن لازم تروحون مع يعني شركة سياحية، لأن التنقل ما بين مدينة ومدينة أو مكان سياحي إلى آخر يأخذ أقل شيء 1-1.5 ساعة عادي، نوقف كل ما تمينا نوقف، لكن هذه شوية يعني ما يقدر الواحد يروح لها بروحه. هذه المفروض حديقة مسوينها هناك مفتوحة كبيرة. شوف الطريق، درجات الألوان الأخضر
ودائما غيم، أنا ملاحظة أن الغيم، لأن هذه أصلا كيب تاون مرتفعة، أعلى نقطة في جنوب أفريقيا، وايد مرتفعة، حتى جوها غير، نفسية الناس غير، نتعاملنا معاهم يختلفون عن جوهانسبرغ. جوهانسبرغ لأنها وايد منخفضة وتقريبا ما فيها منفذ مائي زين، ونفسيات الناس غير لهني، هناك ما تقدر تحاكي واحد إذا حاكيناهم يعصبون علينا، هني لا، الكل يضحك ومستانس والمكان نظيف. يعني المستعمر الإنجليزي الآخر واحد طلع بالثمانينات ترك لهم إرث، ترك لهم مكان، ترك لهم حضارة، ترك لهم أشياء وايد. فلا يزال طبعا الإنجليز موجودين، بس أقصد كاستعمار ما كسر كل شيء وطلع، لا خلى لهم. فهذه مزرعة النعام مولفين مع الناس، لأن لازم نشتري لهم أكل نعطيهم شكل الحبوب، فعادي اللي يخاف يخاف، شوفون شون بنت شون خايفة اللي قدام. بالمناسبة في فيديوهات وايد أنا ما حطيتها أحسن من هالفيديوهات، بس عشان فيها المجموعة أنا ما أبي أطلع الناس. لما تي تحط راسها كذي وتاخذ رعب، تشوفون الكاميرا شلون أنا قاعدة تتأرجح. والله أيام وشفنا يعني تجارب حياتنا، يعني كم واحد فيكم الحين اللي يسمعني موكل نعامة وطعش كدر حوالينا؟ هذا جلودهم اللي يسوون منهم الجناط ويسوون منهم عزكم الله الجواتي والبوالطو أصلي أبو الأصلي، كل هذا ممكن ينباع. يعني عندهم معرض شكبرة حق الريش مال النعام والبيض المنقوش والجلود والمنتجات الجناط وكل شيء كل شيء، ومو غالية. احنا فرق الدينار ربي لك الحمد والمنة يفرق معانا، يعني انا ما اشوفها غالية البلد. هذه المنتجات اللي يسوونها والدباقل شلون يصبغون الجلود والريش، طبعا الريش ما ينتفون منها الا اذا ذبيحة او طايح، لانها هي بعمر معين يبدي يطيح فهم ياخذونه. هذا النكش على البيض الرسم كله ينباع. يرونكم احجام انها اكبر البيض الطيور. الزيبرا وهم ما يخافون من الناس عادي. الفيل، أنا رحت مزرعتين مختلفتين حق الأفيال، هذا ما خلونا بس نوكله، لكن سنة 23 لا، هذول يسمونهم ثيفس اللصوص، قايلين لنا ديروا بالكم تلبسون شيء يلمع، نظارة، ساعة، فسخوها لأن راح يبوقونها. أنا سووا فيني، عندي جنطتي ما تظهري حمعلقة فيها سلسلة فيها شغلة أنا مسويتها، يبون يبوقونها مو قادرين. راح تطلع شوية بالفيديو. يبون يبوقونها مو قادرين، يا حالاتهم، كاي تبينها يسحبونها مو قادرين. بس كذي شطانة، يا حليلهم. هذه لا يمكن أتذكر اسم المنطقة، بحرية سكننا فيها 3 أيام، فندقنا على البحر، من أروع الأماكن الواحد يعني يغير جو فيها، هادية تقطون الإبرة تسمعونها، والماي كله راكد لا إله إلا الله. في رحلات بحرية طبعا، محدثتكم أجبن خلق الله، ما ركبت شيء بحري أنا إبر، لكن يما أمشي يما إيه أوكي. هذه مقاطع من سان سيتي، سان سيتي في جوهانسبرغ، هذه قصتها قصة. هل تشوفون هذا كله صناعة الإنسان، حتى البحيرة كله. هذا واحد إنجليزي أقنع في سنة من السنوات أن أهالي المنطقة هذه معدنين، يشتغلون بالتعدين، ما يبون أحد غريب يدخل عندهم. وهو سوى قال لهم إذا سمحتوا لي أسوي المكان هذا منتجع، راح أخلي عيالكم وبناتكم كلهم يشتغلون فيها، فرزق ياكم من الله. وافقوا وركب الهليكوبتر ماله
ودور المكان لقى فوهت بركان خامد وهو اللي اختاره وسوى عليه مشروعه، سوى 4 فنادق بعدين كمله بالخامس اللي سكنناه احنا السنة 23، وفي فيديو حاطته لكم اسمه ذا بلس اللي ساكنه فيه أوبرا وينفلي لما تيجي تسكن فيه. شيء تحس انك ملك، وانا حسيت نفسي أميرة مو مبالغة. هذا كله صناعي، بحيرة صناعية، اعتقد الجبال هذه مو صجية، يعني فيها كل انواع الترفيه. واحد من الفنادق كنا لوس أنجلوس، المكان الجامبلينج وكل شيء، في عندهم مسارح، عندهم تبي تتمشى، عندهم هذه المنطاد لازم تروح لها الفير عشان وتحجز، في هذه مات البحيرة الصناعية اللي فيها الأمواج اللي مفتعلة، يعني الموج اللي أنت تركبه تسبح في البحيرة وتي الأمواج الصناعية ترفعك وتنزلك. ما حطيتها لأن ما أبي أطلع الجماعة. وفيها اللي هي أنا التسميات تروح مني، اللي هو تتعلق بحبل وتنزل من الجبل لين تعرفون أنت، وأنا الأسماء وايد تروح مني. فيها وايد فعاليات، يقولون فيها حتى أماكن حق تماسيح بس ما شفناهم. فرحلة بحرية اللي يبي يركب هني السفاري، وقت شوفوا الوانيت اللي يمشي، ليش يمشون وراء الأسود؟ عشان وقت الغداء أصلا الرحلة موقتة مع إطعام الأسود عشان يشوفونهم شلون يأكلون، شوفوا شلون يلحقونهم وميوعينهم طبعا، وهذا كله شغل سياحة. شوفوهم ينطرون الوانيت، وهو طبعا لازم مكان محمي ولا يقطعونه. شوفوا ايش كبر قطعة للحمى اللي يقطونها، يدوب تكفيهم. هذول اعتقد ما ادري يمكن قالوا لنا كنا 6 عوايل اذا ماني غلطانه. أنا بحياتي ما قربت يم أسد. الحين بتشوفون شنو وكلنا داخل هذا الباص أو التريلا هذا اللي ركبون فيها السياح. نطروا شوية راح تشوفون شنو وكلنا. وشيبس أصلا حاطين لهم بالأرض نوع قطعة كبيرة من الملح الطبيعي عشان يلحسونه، مو هذولا إلا الحين. بعد شوي راح تطلع لكم، ما خفت منها. شرينا لهم تشيبس وكلت كل التشيبس وسعابيل. والله أنا جادة اللي ما راح حق هالبلد يحرص إنه يروح بالأمانة. يعني تشوفوها توتا زرافة دخل راسها عادي طع السعابيل. هذا قاعد يوكلها الشيبس مالح، يبيعونه في عندهم شكل السوبر ماركت عشان تشترون. ما شاء الله طبعا ما لها صوت، سبحان الله. ولا تشبع حالاتها، مسحتها وبوستها عادي ما تسوي شيء، أليفة أليفة. تهبل ما شاء الله. عيونها مكحلة تبارك الله. شوفوا المكان هذا بصوب اعتقد البطاريق. انا ترى مشكلة بالفيديوهات يعني وبالاماكن، نوبة اصحبكم مني ونوبة هذا، حتى كيب تاون عشان تروحون حق جوهانسبرغ طيران داخلي اعتقد 1.5 ساعة بالطيارة. لما سألناهم لو بنروح بسيارة قالوا 13 ساعة على ما توصلون.
هذا بعد ما بدون توقف، فكبيرة كبيرة ما شاء الله جنوب أفريقيا، مو صغيرة. طيب سبحانك ربي سبحانك، أماكن كل مكان يحكي يقول الزود عندي، كل مكان حدوته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كحلت عيوني أنا بهالطبيعة. طبعا ركبنا هليكوبتر، الرحلة الأولى ما ركبت، الرحلة الثانية ركبت، تقريبا 60 دينار يصعدون فينا يراوننا في الجزيرة اللي موجودة، هذه في كيب تاون، الجزيرة اللي موجودة، وهذا كابتن حرم أمو ريال، الجزيرة اللي موجودة داخل هي اللي انسجن فيها مانديلا اللي 29 سنة أو 28 سنة مسكين. وممكن في زيارة الواحد يروح يزوره، بس قالوا ما يعني ما تسوى، حتى الريت مالها شوية غالية. هي مو فكرة إن تحت مناظر زينة بقدر ما أني أول مرة أركب هليكوبتر، فقلت يلا. المرة الأولى ما أركبت، المرة الثانية قلت لا لازم أركب. ويمشون طبعا حتى لو تحجزون على الأحوال الجوية، يا تطيرون يا ما تطيرون، يردون لكم فلوسكم. فكل شيء منظم وكل شيء مرتب وكل شيء على سنع، مواعيد دقيقة. هذا الملعب مالهم مال الكرة، للمهتمين بالكرة، بس ما أدري شنو اسمه. بلد جميلة جميلة، نظيفة مرتبة. هني أنا قاعدة على ديروفا بين فنادق، هني على شمالنا هذا فندقنا في كيب تاون، بس نمشي شوية نوصل حق مول يم البحر. فقاعدة على ديروفا عشان أبي أصور الفندق ذاك الجبالي، هذا ريته بالآلاف. كان في يوم الأيام مل اللي هي مالت الحبوب، يجمعون فيها الحبوب، حولوه حق فندق. طبعا الأشغال اليدوية والإكسسوريز ملوتهم حدث ولا حرج، شغل دقيق يهبل. أنا شريت راحت نص فلوسي عليهم. لا تشوفونهم كذي ألوان وغير مرتبين وتقولون وع، لا، اخذوا قطعة واحدة ولبسوها على شيء سادة، شوفوا شلون تطلع القطعة. وهذا اللي سويته، يعني ما قلت لا شنو هذولا، لا لا أدري، أنا شريت منهم لين قلت بس. هذا الكبوس اللي يلبسونه على حريمهم المتزوجات، لازم عندهم بالقبائل ملوتهم، لازم ما يطيح من راسها. هذا اللي نسميها الكردية احنا بالكويت، قبل كان يسوون لنا كذي لعبة من القماش نسميها الكردية. فأشغالهم اليدوية ما شاء الله حلوة، بس استحرمت يعني تماثيل بالنهاية، ما شريت. شرينا خام، شرينا تنانير، شرينا ملابسهم، أوكي، شرينا ذول الكفاش، صحون، المعالق، يعني كفاش احنا نسميهم كفاش. بس التماثيل وهالسوالف لا والله، أنا واحدة استحرم. الاكسسوارات قلت لكم، هالميداليات خذيت، ما طوف صراحة، شغل ايد مية مية، ومو غالين، رخاص يعني. بالامانة خلي اقول لكم شيء، انا شريت منهم في مول بعدها مهفة من جلد وشغل عدل وخامهم التقليدي وكذي، طلعت علي بثلاث دنانير ونص، بالكويت لقيتها 17.5. عشان أراويكم، شوفوا المكان هذا يوديك للمول، الساحة الخارجية للمول صوب مينا، بس شوفوا الأشياء اللي حاطينها يعني. وفي عروض موسيقية وفي رقص وأغاني، عندي فيديوهات بس قلت لكم عشان معاي المجموعة ما حطيتهم. ولا وناسة بوناسة، كل مكان واحد بس يفتح حلجة كذي ويطالع، لأن أشياء مو متعودين عليها يعني. هذولا تعالوا يطقطقون، وتعال عزفوا على الآلات وكذي ويصورونهم وتحطوا لهم فلوس على الطبل. هذه عند البحر مسوين البيوت هاي الملونة،
أعتقد قبل كانوا يأجرون. هذا واحد مسكين حاط له تب يقول حطوا لي فلوس، مسوي من الرمل أشكال وأرناق، كل واحد يعتاش بطريقته. فنانين بصراحة يعني مميزين، يعني معروفين الأفارقة. بس يونسون، خوش والله شعب، هادي ولطيف، مو مال مشاكل، ويرحبون يبتسمون، وايد طيوبين. هذا الفندق اللي سكننا فيه اللي قلت لكم مات أوبرا ومفلي، شوفوا البوابة اسمه The Palace، ريته بعد مو رخيص. غرف ما حطيت لكم الغرفة، هذا اللوبي، طاعوش كبرى وارتفاع السقف اللي فيه والمنمنمات والزخارف والألوان، شي خيال. وهذا يوديكم تشوفون تحت اللي هي الغرفة مالت الطعام، تنزلوا لها بدري مني ومني، هم ما حطيتها عشان ما أبي أطلع الجماعة. شوفوا الطلوم البلكونة، شوفوا الطاولات تحت، هني مكان الريوق، وإذا تبون قدا وكذي. احنا قعدنا في هالمكان 3 أيام بس، يومهم طويل ما شاء الله. هذا الهول اللي بتروح يودونا حق الغرف، كل شي كبير، العواميد كبيرة والأسقف عالية. هذا مو ما تمل وانت تمر بهالممر. شي 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 شي، يعني تعيش 3 أيام وكأنك ملك أو أميرة أو ملكة. شوفوا شوفوا البلكونات شلون يطلون على الهول، واو. هذا برا في مربع كذي، وبالنص في مسوين حاطين فيل. هذا ترى جزء من الفيديوهات اللي عندي، أنا وايد مصورة أشياء بس قلت لكم السبب. وهذه فلوسهم، الريت ماله مقابل الدينار، أعلى شيء اللي هو 4 دنانير.